السلام عليكم، عواشركم مبروكة، رمضان مبارك كريم لجميع الأمة الإسلامية، وكنتمنى إن شاء الله فوز اتحاد طنجة وشي نتيجة اللي يعني تكمل المسار اللي دوزاتو اتحاد طنجة هذا الموسم. ومرحبا بجماهير التطوانية بالحق شعار احترم تحترم. نتمنى في شي مباراة شيقة وفهمت يكونوا فيها الأهداف، نتمنى نفوزوا بشي نتيجة كبيرة اللي خلينا نلعبوا مباراة الذهب فهمت بأريحية. نتمنى المقابلة اليوم تمر في أجواء رائعة كما معروف علينا احنا هنا في مدينة طنجة، كنستقبلوا جميع الجماهير وحتى الفرق هنا بهذا الملعب ديالنا حنايا باش نقول لك، وكنتمنوا هذه المباراة تكون غاير في الروعه، وكنتمنوا الفوز ان شاء الله من فريق اتحاد طنجه باش كيخول لنا اللعب ان شاء الله مقابله ديال ستيتوان. كنبغي نقول للجمهور الطنجاوي باش يحضرنا هذه المقابله بكثافه، وان شاء الله كنتمنوا انتصار الفريق ديالنا الغالي 3-0. كنتمنوا الغلب الفريق ديالنا اتحاد طنجه، حنا اللي كنساندوه دائما كنديبلاسيو معاه، وكنرحبوا بالجمهور التطواني لأهل الشغف، مرحبا بكم جمهور تطوان، يكون واحد الجو، أمسية رمضانية مزيانة. حتى الجو، بسم الله الرحمن الرحيم، غدا في مركب الربع، نتمناو 3-0، حنا حضرنا لونترينمون الدراري، إن شاء الله غدا 3-0 اللي جاي فيك. كنتمناو جماهير اتحاد طنجة تكون حاضرة غدا بقوة، اللي بان ننتصروا ونتأهلوا إن شاء الله بلا نمشيو حتى لتطوان، ونتمناو إن شاء الله غدا نحضروا بشي نتيجة إيجابية إن شاء الله ترضي الجماهير ديالنا. 3-0 ان شاء الله. كنتمنى غدا ان شاء الله نغلبوا بشي نتيجه مريحه باش الروتور نلعبوا مرتاحين، وكنتمنى الدراري ديالنا يحمروا لنا وجعنا في حدا ايمن في نهار الرجاء بعدا 3-0 ان شاء الله، هادشي اللي كنتمنى. حنا عندنا الثقه في كيبو ديالنا دائما اليوم ان شاء الله، غنتيني ما كرهناش التاهل في هذا القرنيد وهذا في الالي قبل الروتور، ودائما اتحاد وصول وهيركوليس غنتيني، وحنا معاهم في السره قبل الضره غنتيني، ديما كنساندوهم مقام الشرق من الغرب الشامل حتى الجنوب وديما تسيحنا. السلام عليكم ورحمه الله عليكم الاخوان كامل اللي كيسمعوا فينا. المهم دابا انا دائما انا الاخ محمد هو تطواني وانا طنجاوي، ودائما كنتلاقى وكنمشي عنده كيرحب بيا، كيجي عندي كنرحب بالاب ديالو رايان. كانت الملاقاه ديالنا في مونديال ديال الرباط، ونتمنى تكون هذه رساله لجميع الناس ديال الشمال باش ما يعملوش الشغب ويرحبوا بخوتهم ويبدلوا ديك الفكره ديال الناس اللي ما عرف عقلهم باقي صغير ولا شي حاجه. نتمنوا حنايا خوت ونعطيو واحد النظره على الكره المغربيه باننا ناس محضرين والحضاره ان شاء الله، وكما كتشوفوا ان شاء الله دائما هذا الملعب هذا كيما جا شي جمهور ديال شي مدينه كنرحبوا به، ونتمنى يبقى هذا الشيء هذا للابد.
كنشكر الاخ محمد لان جينا لعندهم مدينه طنجه ورحب بنا الترحيب مزيان، وكنشكروه بزاف على الترحيب اللي رحب بنا. انا كنتمنى من الجماهير الشماليه، حنا جينا في باب اوروبا، خصنا يكون عندنا عقليه اوروبيه، عرفتي، لان الكره غتسالى كما قال الابن ديالي، يعني ماشي نهايه العالم، يعني فريق فاز ولا خسر ماشي مشكل، حنا خوت وكتجمعنا الصداقه، وبين تطوان وطنجه الحمد لله حنا كتجمعنا واحد الصداقه كبيره، وحنا قرابين ما بين الاثنين واحد المسافه كبيره. وكنتمنى من الله هما الجماهير خصها تحيي الديربي الشمال. بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان مبارك للجميع، وان شاء الله كنتمنى هذه المقابلات تمر في واحد الجو رياضي ما بين الاخوين الاشقاء ديال الشمال ديالنا ما بين المغرب التطواني واتحاد طنجه. ان شاء الله نتمنى نفوز ان شاء الله لاتحاد طنجه والتاهل للدور المقبل ان شاء الله. بسم الله نتفرجوا في الديربي، ندوز المباراه في اجواء رائعه بين الطرف، اللي يربح بصحته اللي يلعب كره بصحته، ثم احنا ما عندنا لا فتنه بين الطرفين. Thank you.
في الجولة الثانية في حدود دقيقة 39 هدفين دون مقابل. قلت شهية مفتوحة في أمسية رمضانية من جانب كيد الفريقين معا، شهية مفتوحة من جانب فريق الاتحاد. إذن يواصلون الألحان والغناء، يواصلون التشجيع، يواصلون هستيريا المدرجات في أمل أن تتوصل الاحتفالية في هذه المقابلة بين فريق اتحاد طنجة والمغرب التطواني. والمقابلة من جديد ستلعب كرة لفائدة فريق اتحاد طنجة، ستلعب لفائدة فريق اتحاد طنجة. إذن كرة ثابتة في حدود دقيقة 67 لفريق اتحاد طنجة، تلعب مقاصر بعد الرأسية ومتابعة خطيرة خطيرة خطيرة. في توبة المهاجم يتمكن من تسجيل هدف الثالث. 3-0 3-0 أصبحت ماركة مسجلة ضوء طنجاوية في المباريات التي تجرى هنا بمدينة طنجة. أسقط الرجاء ب3-0، أسقط الوداد ب3-0، واليوم يسقط فريق المغرب التطواني ب3-0. قلت 3-0 أصبحت ماركة مسجلة بلمسة طنجاوية هنا في مباريات فريق اتحاد طنجة المركب الرياضي لمدينة طنجة. 3-0 أكيد أكبر المتفائلين، أكبر المتفائلين كل من جانب أكيد جماهير فريق طنجة بهذا السيناريو وبهذه الطريقة. 3-0 في حدود دقيقة 68، أكيد عدد كبير من جماهير لم تكن تتوقع هذا السيناريو. المقابلة تستأثر بمتابعة كبيرة وكبيرة جدا، حتى النجم العالمي بدر هاري ومجموعة من الشخصيات أكيد المهمة لا في مجال الفن ولا في الرياضة ولا في بقية المجالات حاضرة لتتابع طوال هذه المقابلة كما تابعنا. تفادي محاولة خطيرة خطيرة خطيرة. مفتوحة وبالرباعية يسقط فريق المغرب التطواني إلى حدود دقيقة 74. تابعوا كرة في العمق بهذه الطريقة، يتم استغلالها من عبد الغني معاوي كيتمكن من استغلال تمريرة ديال إيربي ويستغل الفرصة على النحو الجيد ليضيف الهدف الرابع. 4-0 4-0 نتيجة قاسية على فريق المغرب التطواني.